بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذا الدرس فهو تتمة في المتتاليات العددية كتذكير، فإنه تنقول أن متتالية UN حسابية إذا وفقط إذا كان يتواجد واحد العدد حقيقي R، حيث من أجل كل N ينتمي إلى N فإن UN plus 1 إيغال A UN plus R. العدد R قلنا تسمى أساس المتتالية. هاد العلاقة تسمح لنا أنه نلقاو واحد الحد إلا كنا تنعرفو الحد اللي قبل منه، لكن حنا ما كرهناش أننا نعرفو نقدروا نحسبو بطريقة مباشرة UN. إذا خصنا نلقاو واحد العلاقة اللي تتربط ما بين UN UN و R، لأن UN il dépend، يعني يتعلق ب N و R. باش نلقاو هاد العلاقة هادي نديرو محاولات، ربما يبان تبنى واحد العلاقة. إلى جينا نحسبو U1 فإن U1 إيكال أ U0 بلس R. فاش نجيو نحسبو U2 إذا تلقاو يساوي U1 بلس R، و U1 بنفسه تيساوي U0 بلس R. إذن هذا هو U1 تنزيد عليه R اللي تتساوي لنا U0 plus 2R. إذن لاحظوا معايا U2 إيغال U2 plus 2R. إذا جينا نحسبو U3 بنفس الطريقة، إذن فهي تتساوي U2 plus R، لوكال U2 تساوي U1 plus R. ذكروا معايا UN plus 1 يقال UN plus R plus R. U1 قلنا بأنه تساوي، لا اسمحوا لي، U2 تساوي U0 plus 2R. إذن نعود الجواب، U3 يساوي U2 plus R، lequel U2 تساوي U2 U0 plus 2R plus R. هادشي تعطينا U3 تساوي U0 plus 3R. إذن لاحظوا معايا U2 إيكال U0 plus 2R، U3 إيكال U0 plus 3R. هذا تيرشدنا بأنه ممكن تكون عندنا العلاقة التالية UN égal U0 plus N fois R. إذن نحاول نبينو هاد العلاقة هادي. باش نعاودو نرجعو للعلاقة اللي عندنا في المعطيات UN plus A égal UN plus R. هذا ممكن نكتبوه بطريقة أخرى اللي هي UN plus 1 moins UN égal à R. إذا لاحظوا معايا بأن هاد العلاقة هادي فهي تتحقق كيفما كانت القيمة N. إذا نحاول نكتبو هاد العلاقة هادي بالنسبة للقيم مختلفة ل N. إذا U1 moins U0 égal à R، U2 moins U1 égal à R، U3 moins U2 égal à R. إذن إلى غير ذلك، UN moins UN moins 1 égal à R. ياك اش تلاحظوا معايا؟ تلاحظوا بأنه إلا جمعنا هاد الحدود هادو
الا جمعنا هاد المتساويات فانه ممكن نطبق عليها اختزالات. هانتوما U1 تمشي مع U1، U2 تمشي مع U2، U3 تمشي مع U3. شنو غادي يبقى لنا في الاخير؟ في الاخير تن هنا بعدا قبل كاين عندنا U n موازا إيغال موان U n موان 2 إيغال R. إذن قلنا غادي هاد الاختزال غادي يسمح لنا أن نبسطو هاد العلاقة، وغادي تعطينا واحد العلاقة مبسطة اللي هي U n موان U0. لحقاش الحدود الاخرين غادي تمشي، غتختزل، غادي يبقى شحال غادي نديرو، شحال عندنا من متساوية؟ عندنا n متساوية، إذن r plus r plus r n مرات تساوي n fois r. هكذا غادي نكونو بينا بأنه un ما هو إلا U0 plus n fois r. نبغي نشير بأن هذه العلاقة هذه ممكن نعمموها ونكتبوها بطريقة أخرى، أنه من أجل كل n أكبر أو يساوي من n0 فإن un إيغال a n موان n0 فوا r. Made with DoodleCast Pro.